السلام عليكم المشاهدين المشاهدات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله الخوت انا دابا يلا خرجت من تجزئة المنزل فين ساكن هنا، باش غادي نمشي نصور لكم دوك الفيلات اللي كاينين في تجزئة الاشراق والنسيم المعمورة. المهم ديك التجزئة راه كتسمى النسيم المعمورة. حيت البارح والله الا البارح واحد السيد ما كانش مسكين والله الا خالتي الخوت كان تيصحابني الناس متبعيننا والله الا من البرازيل الخوت، عرفتي البارح تندخل تنشوف ديك الاودينس في اليوتيوب ستوديو تنشوف الدول اللي متبعيني شي يشوفوا الفيديوهات وهادي ديالي والله الا من البرازيل الخوت والله تنشوفها كتلقى البرازيل البرتغال الامارات والله الا كندا ايران قطر السعوديه عندي شحال ديال الدول انا والله ما تصحابني داك الشيء كامل كاع دوك الدول تيتفرجوا فيا فيهم المتابعين فهمتي وكاينين الناس بزاف والله الا الناس بزاف عرفتي الخوت الناس الجاليه المغربيه بزاف شارين هنايا في الكاموني والله الا الخوت ها انتم دابا انا كاين هنايا ها انتم هاد الديور هادو ديال تجزئه الفريغو هما اللي اونفاس معانا كاينين هاد الفيلات هما هنايا ديال الفريغو ها انتم هما كما كتشاهدوا راه جاو من فوق من اقامه المامون ها هما انا غادي نصورهم لكم كاينين هاد الفيلات هادو اللي هنايا هاد الفيديو الخوت غادي يكون خاص غير في الفيلات ها انتم هاد الفيلات هادو راه ديال تجزئه الفريغو عاد كاينين العمارات المامون من تحتهم وراهم عاشين من ورا العمارات المامون مشى داكشي كامل فيلات حتى المقبره ديال سيدي عبد الله راه ما غيبان لكم الفيلات عاوتاني هنايا انا نزيد نزومي لكم واحد شويه ها هما شتيهم راه جاو منهم للغابه من ليه هادو راه جاو من ورا العمارات المامون راه العمارات المامون في الظهر ديالهم غيبانوا لكم هاد الفيلات هادو ها هما الخوت وعاد كاينين هادو ديال الفريغو ها هما اللي اونفاس معانا شوم هادو فيلات ديال الفريغو وهادو الديور ديال تجزئة الفريغو كاملين راه هما تقريبا التجزئة اللي عمرات كاملة دابا تقريبا هاد الفريغو راه عمر كله ما بقاتش فيه حتى شي حاجة قليل اللي بقات فيه شي حاجة حيت جا هاد الفريغو بحال تقول جا في السونتر ديال الكاموني كلشي قريب لك كلشي حداك اللي بغيتي فهمتوا الخوت داكشي علاش عمر بالزربة وعليه الطلب بزاف وكانوا فيه البقاعي بزاف ديال 80 متر و 85 داكشي علاش ما بقاوش هنا البقاعي قليل دابا اللي عنده شي حاجة بغى يعاود فيها البيع وصافي كما قلت لكم الخوت قلت لكم والله الا عرفتي ما كانش كيتصحابني عرفتي عندي المتابعين بزاف والله الا عرفتي راه باش ندخل ديك اللعيبات في يوتيوب ستوديو مابقيتش كنقلب تنشوف شكون اللي مابوني بزاف واش البنات ولا الدراري شكون اللي مابوني بزاف واش اللي شكون اللي تتفرج في الفيديوهات بزاف واش اللي مابونين ولا اللي ما مابونينش والله الا الخوت عرفتي تفاجات بشحال من حاجه عرفتي نسبه الاعمار ديال الناس اللي تتفرجوا في الفيديوهات يعني اغلبيه ما بين 30 سنه حتى ل 55 يعني ما كاينش دوك القصيرين ولك والله الا الاخوان هادشي عجبني ونقطه الاخرى الاخوان اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يهبط يخلي واحد لايك قبل ما تكمل الفيديو يهبط يخلي واحد لايك وشي كومونتير زوين فيه تبارك الله ولا شكرا ولا اللهم بارك باش تشجعوني انا نزيد نصور لكم فيديوهات اخرين وباش هذوك الفيديوهات كيطلعوا ولاو كيطلعوا لواحد اخر حيت الفيديو ما كانش فيه التعاليق بزاف ولي كومونتير بزاف ما تيطلعوش لك اليوتيوب فهمتي الناس اخرين فهمتوا الاخوان داكشي علاش كنتمنى منكم تتفاعلوا معايا كما تفاعلتوا معايا في هاد الفيديوهات الاخرانيين يعني راه لي لايك بزاف لي كومونتير بزاف شكرا لكم ها انتم كاينين هاد الفيلات عاوتاني هادو ديال امليه هاد الفيلا ديال تجزئات امليه هادو راه جاو ورا القياده انا غنصور لكم هاد الفيلات دابا اللي كاينين هنايا ديال الفريغو وديال امليه والنسيم المعموره والاشراق غيبقاو ديال المنزه يبقاو الفيلات المنزه وديال الرياض واليمامه تنعاود نحطهم لكم في فيديو اخر ها انتم هاد التجزئه راه جات قريبه للقياده قريبه للقياده هي قريبه للفيلات ها انتم ماركينين فيها هنايا الفيلات عاد كاينين الديور ها انتم شفتوا الفيلات كبيرين يعني راه غتزيد واحد العام ولا عام ونص يعني راه ما غيبقاش هاد الشيء راه كلشي غيتبنى وراه كاين دابا اللي تباع راه فهمتي غير مادام باقي ما بداش البني وهاديك اللي تيستنى السلعه تنقص شويه في الثمن كله ها انتم شفتوا هادو هاد الديور هادو هما ديال تجزئه الفريغو تجزئه الفريغو راه هي تجزئه معموره جوج علاش تيقولوا ليها الفريغو حيت كان فيها شحال هادي واحد الفريغو ديال البنان والتفاح كيطيبوا فيه داكشي تما ها انتم هاد التجزئة هادي راه جات قريبة للقيادة راه والفيلاج الشانطي الطريق الرئيسية ها انتم ماركينين فيلات هنا ها
نتمشوا الديور في هاد التجزئات امليه، راه الديور فيها كبارين تبارك الله الخوت، وقال راه فوق ال 100 متر هنا وغشوكات، الا ما عندكش غيجيك واحد خمسة الكراجات ولا اربعه الكراجات شي، لا ما جاكش والله الا زوينه الامليه حتى هي، وجات من جات في الوسط قريب، راه اول فيلاج صحاب الشوايات، راه المدارس، راه الجامع، لي بونك، لا سيرونس، بومبات ليسانس، كلشي كاين في هاد التجزئات امليه وتجزئات الفريغو، حيت جاو قرابين عاش عليهم الطالب بزاف. وهاد التجزئات امليه راه مكتب البيع ديالهم، راه هو راه جاتهم معايا، راه حداهم في الدخله ديال التجزئه، راه فين كاينه القياده، راه اونفاس معاهم تما فين تيدوزو صحاب البيرمي، راه كاين تما مكتب البيع ديالهم. غادي هانتوما هاد التجزئات امليه، وانا غادي دابا دابا انا في امليه كنت في الفريغو، دابا هادي تجزئات امليه، انا شويه دابا غادي ندخل الاشراق وغادي ندخل عاوتاني لجهه ناسم معموره، تنختم لكم الفيديو في الدخله ديال الكاموني حدا البراج ديال الجوندار، الله يبعدهم علينا وعليكم. ها انتم الاخوان كما كتشاهدوا معنا تجزئات امليه، راه من التجزئات الممتازين هنا في سيدي علا البحراوي، والديور فيها كبار الخوت فهمتوني، يعني شوف بحال دابا هذيك خمسه الكراجات، راه الاخرى خمسه الكراجات، ها انتم ثلاثه الكراجات، يعني راه غير كراج واحد ولا جوج تشكريهم واحد المده ديال عامين ولا هادي، راه غيردوا عليك شويه. يعني راه مجهزه بجميع انتم داكشي ديال الضو، ها البوسطه ديال التليفون اللي كيبغي يدخل الواي فاي، ما نشوفوا نمشيو من هنايا واقيلا باش نصوروا لكم. شوف هادوك الديور راه هما لي اون فاس معنا لي راه كيتسماو دوار جامايكا ولا ما عرفت اش يقولوا ليه تمايا. هنايا الغابه فين كنمشيو تنترينيو شويه، دابا راه غيدخل دابا راه بقيت ديال البلوط، غتبقى تمشي تجري في الغابه وتجيب معاك البلوط. وهاد الحي هذا كيتسمى دابا حي الاشراق، ها نتوما هاد الديور غتفوتوا هاد الديور هادو توصلوا لدوك الديور، اجي تسمى حي الاشراق. هذا حي الاشراق، ها هو الخوت اللي راه هو دوار جامايكا، هنايا الفريغو، ومن وراء هذا الفيديو هذا غنحط لكم الفيلات ديال تجزئات المنزه، وعاد نحط لكم الفيلات ديال الرياض اليمامة، نصونجيو شويه عاوتاني. ها انتم الاخوان دابا هذا الحي هذا حي امليه، دابا هاد الديور هادو اللي كاملين من هنا محسوبين على حي الاشراق. دابا هادي راه تجزئة بوحدها الخوت، هادي ديال امليه، هانتوما ملي كتمو طالعين على القياده في كاينه القياده والبشاويه، كطلعوا مع داك الشانطي كتلقاو هاد التجزئة هادي اونفاس معاكم، ها هو راه فين كاين الفارماسيان، ها هو الفارماسيان راه سميتو تا هو صيدلية الاشراق، وهاد الديور هادو الاشراق راه معروفين الديكور ديالهم كي داير. هانتوما وما تنساوش الخوت تخليو لنا لي لايك ديالكم ولي كومونتير فهمتوني، وشي واحد اللي بغى شي اشهار لشي عقار شي دار شي محل تجاري اي حاجه يتواصل معايا الخوت، راه غنخلي صندوق الوصف في الديسكريبسيون، كاين تمايا الواتساب ديالي، كاين فيسبوك، كاين انستغرام، اللي بغى شي اشهار ولا شي حاجه يتواصل معايا الخوت. ها هي صيدليه الاشراق، ها يا باش تعرفوا هاد الحي راه سميتو حي الاشراق، هاو وهاد الحي هذا اللي هنا التجزئه سميتها تجزئه امليه. شيم هاد الهبطه ديال هبطتو معاها دابا ديريكت من هنا غتخرجوا فين كاين البار القديم ديال الكامون لاصحاب الشوايات القدام. شوم انا غنجيب الدور دابا من هنا، ما باش نصور لكم هذا الحي الاشتراك، عاد ندخل الوسط باش نختم لكم الفيديو من في الدخله ديال كاموجيت البراج ديال الجوندار، باش نختموا البراج الفيديو تما، ها انتم كما كتشاهدوا.
يعني راه كطلعوا مع الشانطي ديال القياده فين كتكون مخططه كثير، كطلعوا مع ديك الشانطي كتلقاو هنا هاد التجزئه هادي هاي. وهاد التجزئه راه المكتب البيع ديالهم راه هو راه كاين حدا فين كيدوزوا الناس للبير. دابا تشاهد هاد الاشراق هادي هنايا ناس من المعموره فيها فيلات زواونين الخوت. انا غندخلكم دابا تشوفوهم، ما عرفتش واش نمشي من لهنا نمشيو من لهنايا باش نتمو جايا كنخيط. هادي هنا هي الغابه فين كنترينيو ملي كنخرجو من الدار من الليل، كنجي مع هاد الشانطي بشي تفولي خفيفه حتى تندخل هاد الغابه هنايا كندخل تنبدا نتريني مزيان. دابا هاد الوقيته دابا غيبدا يطيح البلوط، هاد الترينيج تجي معاك ميكا ديال البلوط عاوتاني هي مات الصيف كيولي داك الغاز اللي كينوض في الدوم بحال التمر واعر الخوت. ودابا راه الوقيته غاديه، دابا الوقيته لافوكا اخوان، اللي باغي لافوكا يجي للكامونيت راه موجوده لافوكا موجودة الإخوان في الكامون اللي بغاها مرحبا به. هاهما دابا الفيلات ديال الناس من المعمورة، احنا دابا غنخرجو للفيلات. هاد الفيلات هادو راه رائعين ممتازين الخوت، هاد الحي هذا راه ساكنين فيه غا الناس يهوما، يعني ما كاينش داك هانتوما شو الفيلات كديرين. يعني هاد الحي هذا ديال الناس من المعمورة راه ساكنين فيه غير الناس اللي راقيين الخوت، قدم اللي باغي لهنا وراحت البال. ها نتوما كما كتشاهدوا معنا الفيلات، يعني فيلات واعرين الخوت. انا راه ما كاين غير 200 متر و 300 متر على ما كنظن في الفيلا. ها نتوما راه كاينين هنا وكاينين هنا. راه هي فشي بحال دابا هذيك البقعه فيها 200 متر، هادو راه كاملين بقع للبيع. وقع هادي فيها هي 300 متر. شوف هنا راه كاين غير الفيلات، هادو راه جاو في الدخله ديال الكامونيا الاخوان. غنمشيو من هنايا عاوتاني شوف الفيلات كي دايرين واعرين الخوت. الله يعطينا شي فيلا حتى حنايا بشي طوموبيله شي خديمه زويونه، شوف حتى حنايا نتزوجو نديرو وليدات تعيش. ها انتوما شوفو الفيلات كي دايرين واعرين الخوت. ها انتوما غنمشيو مال هنايا عاوتاني، يعني فيلات زواونين تبارك الله اللهم بارك. بحال دابا بعدا ملي ساكن هنا مبقايش ما دير مبقايش ما دير تحت الزم ودخل الغابة ترين. والله إلا واعرة يا خوت، راه باقي غيكمل هاد الصف هدا تيتنقى داكشي كامل تيتنقى و تيتعاود تقدم. يعني دابا ماشي كل الحي باقي جديد، كيبقى يبان لكم داك الرمله والكياس وداك الشيء قدام الباب، ولكن اين فوق كتبنى صافي كتعمر شي زنقه صافي كي كتجي تشطب وكتقاد. ها انتوما كاين ها الفيلات زواونين تبارك الله اللهم بارك. الله يعطينا حتى حنايا شي فيلا. والله الا عرفتي الخوت راه تنبقى غادي تنصور لكم هنايا عشان نشوف، تنبقى بعض المرات تنشوف تنقول هاد الناس هادو منين تيجيبوا هاد الفلوس هادو يا اخي. إذا تنقول للناس مين تيجيبو هاد الفلوس ياخ، سمع بعدا واخد 200 مليون 100 مليون، هانتوما واحد البقيعة تبارك الله تا هي قداش، شوف هادوك الفيلات زواونين هاديك الوسطانية تبارك الله. هانتوما كاين هنايا عاوتاني، ندخلو من هنا. زواونين هاد الفيلات هادو ثلاثة يا اخي تبارك الله اللهم بارك. ها هي فيلا للبيع كومبلي حتى هي، يعني راه كاينة الخوت راه كاينين البقاعي كاينين الفيلات كومبلي، خاص غير الفلوس.
على بحال دابا هادو ساكنين هنا راحت البال، لانه بالصباح كل الغابة تريني مع راسها. هاد الفيلا تا دار كيتسماو نسيم المعمورة الاخوان، هاد الحي دار سميتو نسيم المعمورة. على الغي قد لينا ستوكاج ديال التليفون باش نبغي نصور لكم عاوتاني شوية لتحت، شوفوا هادوك اللي جاو في الدخلة سيكيريزي وفيرمي وكلشي. شو ما هنا يعني فيلا تبارك الله، اللهم بارك اخي. ولهنا راحت البال يا اخي، والله الا لهنا راحت البال. كاين لاحظ يا ما كاين لا تابعه لا تبرقيق لا والو. الله يلاه يا خويا، مع هاد الناس منين تيجيبوا هاد الاموال هاد. ها نتوما الاخوان الشو، هذه راهي الدخله ديال الكاموني، راهي الرومبو الثانيه اللي داروا، راهو الفيلاج ديال السعودي اللي في الدخله. فين كاينين صحاب، فين كاينين رجال الدارك في الرومبو في الباراج؟ عاد كاينين هاد الاقامات ناس من المعموره، ها هما هادو راه سيكيريزي فيرمي، دوم يمكنش ليا ندخل نصور فيهم الاخوان الداخل لان ممنوع. ترى كاين السيكيريتي تمايا، كاين الكاميرات، كاين بزاف د الحوايج. وهاد الفيلاج واعرين هادو الخوت، عرفتي اللي شاري هنايا تمطاق مع راسات، والله تمطاق احسن فيلات اللي كاينين في سيدي علا البحراوي. وما هادو جاو في الدخله ديال الكاموني. ها نشوف هادو هاد التزيئات سميتها تزيئات الناس من المعموره. ها نشوف، ها شوف بحال دابا هادي فيها 563 متر كار، تبارك الله اللهم بارك اخي. هاد الفيلا تاهي تبارك الله قداش، اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك. نعاودو نرجعو من هنايا. والله الا يا خويا ما عرفت منين تيجيبو هاد الناس الاموال يا اخي. ها نتوما شوفو هادوك الاقامات ناس من المعموره، راه فيهم غير الفيلات هادو، راه جاو في الدخله ديال الكاموني. اين فوا كتوصلو لدخله الكاموني للبراج، البراج الاول كاين الرومبو الاولى، الرومبو الثانية راه هي اللي قادو جديدة. اقامات الناس من المعمورة. هاد الحي هذا كله فيلات الخوت، هاد الحي هذا كله فيلات وساكنين فيه غا الناس يا هما الاخوان، يعني راه ما كاينش ديك الطبقة الكادحة. ها نشوف معاوش هنا طلعت السقف، كان تما راه كله فيلات هنا لداخل. راه بغيت ندخل نصور لكم لداخل ولكن راه ممنوع اخي، انتيردي. ها نشوف ها الفيلات، ها هادي والغابة حداك. ها نشوف بحال باش تلقى بقعة 300 متر ونمرة التليفون، بقعة 300 متر ونمرة التليفون. انا يرى الغابة الناس اللي تيبغيو يطريني وشوية تيبغيو يديرو البيكنيك. نشوف انا فيك هاد الحي هذا راه فيه غير الفيلات الخوت. ها نتوما كما كتشاهدو الفيلات ناضيين، راه من هاد التجزئة هادي هي التجزئة نمبر وان في الكاموني ديال الفيلات هي هادي. ولا هبطوني نيشان مع هاد الشانطي فين كاينين دوك العمارات، راه تخرجوا لتجزئة الجزيرة العربية وداكشي. شي ماما فيلات إقامات الناس من المعمور، هادو اللي بغا يشري فيهم ولا اللي شي حاجة عاجبينو يجي، راه يجي لهنايا. راه كاينة الرومبو الأولى اللي فيها الجندارم كتزيد واحد 200 متر، وكاينة هاد الرومبو الثانية كطلع معاها. ها هو راه كاين السيكيريتي هنايا، كاين كلشي، عطاكم المعلومات اللي بغا يشري الثمن داكشي كامل. ها نشوف مش عارف انا ندخل نصوروا لداخل، ولكن راه جيت ديجا وما خلانيش، فهمتي قال لي ممنوع. ها الفيلا ترا باقي كيتبنى وباقي فيها الاراضي. ها نتوما واعرين الخوت واعرين، راه فيهم حتى بيسين فيهم كلشي هنا. ملي كنت ديجا دخلت مع واحد الدري صاحبي هنايا، دخلنا ضربنا واحد الدويره شفنا الدنيا كيفاش دايره، واعره 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 شنو هي واعره واعره تبارك الله. ها نتوما راه الناس راه تيبني وباقي الناس راه ساكنين وكاين اللي تيبني وكلشي. ها هو مكتب، هذا واقع هو مكتب البيع ديالهم، حيت بانت ليا فيه ناس من المعموره. حيت دابا راه كل تجزئه الاخوان في الراس ديالها في الدخله
كتلقى مكتب البيع. وراه من هنا الخوت ناس ديال اصحاب ماكدونالد اللي عزيز عليهم ماكدونالد وداك الشيء، راه ما يبقى واحد 15 دقيقه انت في العرجات في ماكدو. هذه هي الطريق الرئيسيه انتوما. ها هو بيغ ماك ديال ماكرو ديال اش انا قلت لكم ديال ماكرو ديال ماكدونالد. هانتوما كتجيو مع الدخله ديال الكاموني، راه كاين الباراج ديال الجندارم تما، كتجيو مع هاد الشانطي ديريكت، كاين الرومبو كتجيب الرومبو وكتطلع. هاد الحي هذا راه كله فيلات هانتوما، هاد الحي ديال تجزئة الجزيرة العربية. هنا هادو الشواية الجداد ديال الكاموني. هو مشروع النسيم، إقامة نسيم المعمورة. هذا واقيلا هو مكتب البيع ديال التجزئة هادي، مشروع النسيم. هانتوما راه الفيلا تاخت، شو كيدير الدنيا واعرة. هانتوما شوفوا الفيلات كي دايرين، تبارك الله اللهم بارك. يعني راه كاين اللي ساكن كاين اللي تيبني، هادو راه جاو في الدخله هنايا، هما اللي لداخل وكذا لداخل راه كلشي تبنى ساكنين الناس. الناس يا هما اللي ساكنين تما. هاد الفيلا تبارك الله شو كي دايره، راه فيهم حتى لا بيسين الخوت، ما كاين اللي يدير لا بيسين، كاين كلشي. واللي بغى يسول على الثمن واللي بغى يشري راه هو يجي عند السيكيريتي هنايا، حنا بينا لكم كلشي. يجي عند السيكيريتي تما راه غيعطيه جميع المعلومات. وانا غنرجع من هنا حيت باغي ندخل للمارشي، باغي ندخل للمارشي باش نجيب الحوت. وبلا ما نرجع من هنا عاوتاني، نرجع من هنا تشوف شويه الطريق الرئيسيه وهذه باش نختم لكم الفيديو في الفيلات. هانتوما راه الفيلات، اصحاب القص حداك، اصحاب الشوا والتنشيط بغيتي تعرقها. السوق اسبوعي راه وحدك نهار الحد، الجامع راه هو ميم با واحد 100 متر، والجامع السعودي راه معروف، مدرسة ديال الفلوس راه حدا. يعني هاد القنت هذا كلشي، جميع المرافق كاينين حدا، كلشي كاين اللي بغيت، الجامع المدارس تيساع كلشي موجود. انت مركي تاج الفيلات عاوتاني اللي تتبنى وحده دار الثقافة، باش عارفوا دار الثقافة اللي كاينة في الكاموني. مراجع حدا هاد الفيلات هادو، انت مركين هاد الفيلات هنايا، وكاينين هادو هنايا، كاينين ديال نسيم المعمورة. هانتوما راه دخلت الكاموني راهي، كما كتشاهدو البوطوات ها هما جداد، الجليش في الطريق، الشانطي ها هو واسع. هانتوما شوف، يعني هاد الفيديو الخوت راه غيكون خصيصا غير للفيلات، واللي عنده شي فيلا بغى يبيعها وبغى اللي بغى اللي يدير ليه الإشهار وهادي، يتواصل معايا الخوت نجيو نصوروها وكذا ونبارطاجيوها. هانتوما شوف الكاموني كيداير، الكاموني ولا زوين هذا، دار الثقافة هاهي. وفي كاين مول العسل راه كاين حدا دار، هاهي دار الثقافة كاين حدا شي هاد الفيلات هادو. وصافي راه هو البار القديم، ومن هنا كطلعوا لديك التجزئة اللي صورت لكم، هما صحاب الشوايات القدام تا هما اللي كاينين هنا. هاهي دار الثقافة عبد الحميد الزموري. هانتوما هنا غتكون النهايه ديال هاد لا فيديو الخوت، باش ما نطولش عليكم بزاف. واخيرا الخوت بغيت نقول لكم الله يجازيكم بخير، لا شي واحد يدبر لينا في شي خدمه الله يسهل عليكم. واي واحد شاف هاد الفيديو هذا باغي شي خدام ولا محتاج شي واحد في شي خدمه، راه قاري الخوت مورا الباك، راه عندي ثلاثه ديبلومات، عندي ديبلوم ديال الكونطابيليتي واخذو من ليستيا، وديبلوم في لانفورماتيك، وديبلوم في ليكتريسيتي دباتيمون كهرباء البناء. شي واحد لا خاصو شي خدام، شي واحد باغي اللي قابل ليه شي محل شي حاجه، انا راه الاشاره الخوت الله يجازيكم بخير. فيها كانت شي خدمه فاش ما كان انا موجود، حيت لما كاين شي وحدين غيدخل يقول لك كتسعى الخدمه ما هادي، قول اخويا كتسعى الخدمه كنطلبوا الخدمه، قول اللي بغيت شغلك هذا، حيت الخدمه في البلاد راه كديره، الا ما جيتش دير السبب وتطلب الناس وتسعى هذا وتطلب الله، راه ما غدبر على حتى شي خدمه ولا شي حاجه، فهمتوا؟ يعني راه عاديه في الباديه. وهنا غتكون النهايه ديال لا فيديو، وما تنساوش تخليو لنا لي لايك ديالكم ولي كومونتير، وتحية لي فان ديالنا.
الفيلاج انا فين غنهبط ناخذ الحوش، ناخذ الحوش من لهنايا وغنطلع. حقا نسيت ما وريتكمش هاد الطلعه هادي، هانتوما ملي كتشموا جايين من هنا حدا الوسطى اللي بغى يطلع من هنا باش غيخرج داك التجزئه نيش. انا هاي انا غنوريكم النيش باش تعرف. هذا كاين بعدا ما تيعرفش اللي بغى يدخل ديك التجزئات امليه راه طلعوا لي غير من هنا، تبعوا غير الفيديو وتتبعوا النعت راه غتعرف. هادي هنا راه القياده، هادي راه القياده والبشاويه ولا ما عرفتش يقولوا لها. دابا انا عاد رجعت من هنا باش نبين لكم باش تعرفوا مزيان الطريق اللي بغى يجي. واللي ما عرفش ولا شي حاجه راه يتواصل معايا ونوريها الخوت. كما قلت لكم الاخوان لا كاين شي واحد تبرينا في شي خدمه ولا شي واحد خاصو شي خدام ولا شي واحد باغي اللي قابل ليه شي محل ولا شي حاجه راه قاري الخوت. ما كرهناش تصوفيونا في شي خدمه ولا شي واحد يدبر لينا في شي خدمه اش ما كان. راكم عارفين راه الخدمه هنا في البلاد لما يجيش دير بحال هكا طونطي لا شونس ديالك ودير السبب فهمتي وتخلي الكمال على الله. هانتوما ديور شي تبناو حانوت هنايا. كره باقي ما صورتش لكم هذوك العمارات اللي جاو ليها في الدخله ديال ملي كان دابا عرفتي راه كثروا التجزئات كثر هادشي بزاف ما بقيتش كنعرف انا هادشي هنا. هانتوما راه لهيا فين كاينه، فين كاينه التجاري وفا بانك وكاين البنك الشعبي كطلع مع ديك الطلعه فين كاينه البومبه ديال طوطال كدور مع ديك الدوره فين كاين مول البنوات. فين كاين مول البنوات راه كاين واحد العمارات هما يلاه كيتبناو جداد حتى هما هنايا. ما عرفتش يقولوا لهم واش حي الاندلس لا اقامه الاندلس ما عرفتش يقولوا لهم. شوف ها الفيلا جاو راه من هنا من ليه من تحت من ليه بديت لكم الفيديو. اهلا نكملوا لكم 30 دقيقه و هذا غربط الماشي يمشي نجيب الحوت الخوت الله يعين. مشيو هاد الاقامات اللي قلت لكم هنا هضروا جاوا في الدخله اونفاس البومبه ديال طوطال. هنا البومبه ديال طوطال كاين اونفاس مع هاد الاقامات هادو هما زوينين تبارك الله شو هما. راه كاين اللي كمل كاين اللي باقي خدام فيه. هانتوما ما غير كاموني جوله عالميه ضربت لكم الخوت. دابا في العنوان ما عرفناش غنديرو، غنديرو فيلات ناسيم المعمورة بسيدي علا البحراوي ولا غنديرو جولة ولا المهم تما لتما يحل الله. غير ما تنساوناش الخوت بلي لايك ديالكم ولي كومونتير داكشي كامل. هانتوما شتو هادي الدخلة ديال راه في البلاكة مكتوبة سيدي بوخ الخال ولا ما نعرفش مكتوبة. هانتوما العمارات اللي كفيكم ولا مشيتو من هنا نيشان مع الشانطير هذا هو الشانطير اللي تيدي لسيدي بوخ الخال جيت المقبره ديال سيدي عبد الله. شو ما هما ديك العمارات اللي انا كاع ما صورتهم ليك. هذا راه جاو في الدخله ديال تجزئه الفريغو حتى الديور هادو هنا ديال الفريغو كاملين. شوف هنا راه كاينين الحوانت نعم راه كاين اللي كاين اللي كمل كاين اللي باقي خدامين خدامين فيه. شو انا يا الديور ديال الفريكو ها هما عمارات هما اقامه الاندلس سميتهم. هضره جاو في الدخله مكتب البيع ديالهم شاهم. شو دايرين اقامه الاندلس ها الرومبوا ديال الرومبوا الثالثه اللي كاينه في الكاموني هذا البومبا ديال طوطال هما اقامه الاندلس وقيلا ما شحالش يبيعوا هاد بخمس دايرين لهم هاي دايرين شقق ممتازه ومتاجر للبيع رحاب سيدي علا البحراوي 25 مليون وقيلا اقامه الاندلس. وانا غادي دابا للفيلاج فين نجيبوا الحوت. البومبا ديال طوطال ها انتم كما كتشاهدوا تجاري وفا بانك وفا كاش القرض الفلاحي
البنك الشعبي كلهم كاينين هنا. ها انتم الاخوان مكتب البيع ديال تجزئه امليه، مكتب البيع ديال تجزئه امليه هو راه البنك الشعبي فيه كاين لي بنك وداك الشيء القهاوي هنايا صحاب الشوايات. ها مكتب البيع ديال تجزئه امليه هو وراه هاد الكاميوات هذا راه هو. شوف راه كاين القياده هنا، المحطه ديال الطاكسيات ها هي، وهنا غتكون النهايه ديال هاد لا فيديو هادي. تحياتي لكم جميعا.